بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبقي من أحكام هذه الآية الكريمة في قوله تعالى هدى للناس، أن هذا البيت المبارك هدى للناس، بقي أن نشير إلى أن اجتماع المسلمين سنويا أو ما هو أكثر من ذلك، اجتماعهم في العمرة من أقطار الأرض وتلاقيهم حول هذا البيت فيه إظهار قوة المسلمين، وفيه بيان عزة الإسلام، فهذا من منافع هذا البيت ومن بركاته أن المسلمين يتلاقون عنده على البر والتقوى وعلى الطاعة، ويتآلفون ويتعارفون. ولهذا قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، فهذا من أعظم المنافع ومن أعظم البركات التي تنال حول هذا البيت. قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة الرد على أهل الكتاب في جحودهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفند مزاعمهم من أول السورة إلى هذه الآية والحوار مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، حيث أبطل سبحانه وتعالى مزاعمهم من دعوى الإيمان بالله وأنهم على ملة إبراهيم، ومن تكذيب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله، ولكن جحدوا ذلك حسدا وتكبرا من بعد ما تبين لهم الحق. ناداهم الله في هذه الآية فقال قل يا أيها الرسول، قل يا أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وفي هذا لوم لهم لأنهم أهل الكتاب وأهل العلم، فكيف لم يعملوا بكتابهم وكيف لم يعملوا بعلمهم. وهذا يتناول أيضا كل العلماء من اليهود والنصارى وغيرهم الذين لا يعملون بعلمهم، أن اللوم عليهم أكثر وأن عقوبتهم أشد من عقوبة غيرهم. لم تكفرون بآيات الله؟ الله جل وعلا بين الآيات والدلالات والبراهين على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يكفرون بها ويجحدونها؟ الكفر معناه ستر الشيء، الكفر لغة ستر الشيء، فهم يسترون هذه الآيات ويغطونها بكفرهم وجحودهم وعنادهم واستكبارهم. لما تكفرون بآيات الله الدالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، والله شهيد على ما تعملون. فالله جل وعلا لا يخفى عليه عملكم،
ولا يخفى عليه جحودكم وعنادكم، فلماذا لا تخافون الله عز وجل؟ والله يرى ويسمع ويعلم ما يصدر منكم من كفر وعناد وجحود مع ما عندكم من العلم ومع ما عندكم من المعرفة بما آتاكم الله على يد رسله من البينات، فلماذا تخالفون هذه البينات؟ والله رقيب عليكم وشاهد عليكم. فهذا فيه تخويف من الله سبحانه وتعالى، وفيه أنه يجب على المسلم أن يراقب الله، لأن الله شهيد عليه لا يخفى عليه. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، وذلك أن اليهود والنصارى يحاولون صرف الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكتفون بأنهم يكفرون هم في أنفسهم، بل إنهم يحاولون صد من يريد الحق ويريد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يجمعون بين جريمتين، جريمة الكفر في أنفسهم وجريمة صد الناس عن قبول الحق. كما قال قائلهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا من صدهم عن سبيل الله عز وجل. وقيل إن معنى الآية، إن معنى هذه الآية أن رجلا من اليهود من كبار السن فيهم مر على الأوس والخزرج، على الأنصار، مر على الأنصار من الأوس والخزرج وهم جالسون في مكان، وأنهم متآخون فيما بينهم ومتآلفون، فغاضه ذلك الاجتماع وهذا الاتفاق من الأوس والخزرج، وأراد أن يفرقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الحروب والثارات التي كانت بينهم، وأنشدهم الأشعار التي تقاولوها فيما بينهم، فأثر ذلك فيهم في الأوس والخزرج، أثر ذلك فيهم وتذكروا هذه الإحن، وثار بعضهم على بعض وهموا أن يتقاتلوا، وتواعدوا في الحرة من الغد وجمعوا السلاح. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم وتلا عليهم هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعند ذلك تراجعوا وتابوا واستغفروا، وقام بعضهم يقبل بعضا، وأبطل الله مكيدة اليهود، وأنزل الله هذه الآية: يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. والصد هو الصرف، وسبيل الله هو الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. لما تصدون عن سبيل الله من آمن، يعني مع من آمن من الأوس والخزرج، تبغونها عوجا،
أي تبغون الطريقة معوجة، وهي طريقة الكفر وطريقة العناد، لأن طرق الكفر كلها سبل معوجة، وأما طريق الإسلام فهو طريق مستقيم. وأنتم شهداء تشهدون أنه رسول الله بما عندكم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم يشهدون في قرارة أنفسهم أنه رسول الله حقا، ولكنهم أبوا يتبعوه حسدا وعنادا. ولهذا قال: وأنتم تشهدون. فهذه الآيات فيها توبيخ لهم، وفيها رد لمكايدهم، وما الله بغافل عما تعملون. لاحظ أنه في الآية التي قبلها قال: والله شهيد على ما تعملون، وفي هذه الآية قال: وما الله بغافل. هذا وعيد أيضا، وعيد آخر، أن الله شاهد وأنه ليس بغافل سبحانه وتعالى عما يصدر منكم ويحصل منكم من الكفر والجحود والعناد. وهذا وعيد شديد لكل من عرف الحق ولم يعمل به من اليهود والنصارى وغيرهم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.